إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما عند البيهقي: إن الله لا يقدس أمة لا يأخذ الضعيف حقه من القوي وهو غير متعتع. هو حديث أبي سفيان بن الحارث، هو حديث صحيح. وغير متعتع تبينها رواية الطبراني في مسند الشاميين: لا يقدس الله أمة لا يقضى فيها بالحق ويأخذ الضعيف حقه من القوي غير مضطهد. ولذلك قال الصنعاني في سبل السلام: والمراد أنها لا تطهر أمة من الذنوب لا ينتصف لضعيفها من قويها فيما يلزم من الحق له، فإنه يجب نصر الضعيف حتى يأخذ حقه من القوي. قال: ويؤيده حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. حديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قيل: يا رسول الله كيف أنصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره. هذا حديث أنس عند البخاري، وجاء حديث جابر عند ابن عساكر يوضح ذلك أكثر: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إياك ظالما فاردده عن ظلمه، وإياك مظلوما فانصره. وهذا الحديث عند الدارمي وعند ابن عساكر من حديث جابر، هو حديث صحيح.